ألف مبروك يا رجالة، ألف مبروك، وربنا يتمم بخير، وكل سنة وانتوا طيبين، عقبال عندوكوا. عقبال بناتك يا طاهر. تسلم وتعيش يا برغوش. بقول لك إيه، أنا عايزك كده تحوش لي حتة حمرة من بيت اللوح. حاضر. ولي عندك طلب؟ أطلب زي ما أنت عاوي. ما تنسانيش في المخاصي والحلالي. الحلالي؟ كده انت شكلك ناوي على نية. نية بيضة ان شاء الله. اصل فرح سيدياب ده فتح نفسي على الجواز. وانت مش متجوز في كفر الشيخ وعندك بنات؟ وفيها ايه لما اتجوز تاني؟ ما النفر منينه ممكن يتجوز اربعة. ولا انت ايه رأيك يا عم مرسال؟ ما عندكش عروسة ليه؟ ما بنجوزش بناتنا الاغراب يا مصطفى. ما تقولش كده يا عم الحاج. طاهر ده عشرة مننا وعلينا، وما جاي فؤاد الله يرحمه. ياه، الله يرحمه ويبشبش الطوبة اللي تحت راسه. أهو فؤاد ده بقى لولاه أنا لا كنت عرفتكو ولا كنت قابلتكو ولا كنت اشتغلت عند الكبير. طب بمناسبة سيرة فؤاد الله يرحمه، أنا لي عندك طلب كمان. اطلب. شايف العجل ده؟ ماله؟ العجل ده بالذات عايزك تحوش لي منه الكرشة والفشة وام الشلاتين. طلباتك كترت قوي يا مصطفي. هي جت علي، وبعدين ما العجول كتيره هي والحمد لله، وده عجل سيدي منصور اللي لنا ليله الغلابه يا اولاد. ايه سيدي منصور جه يا رجاله. ألف مبروك يا كبير، ربنا يتمم بخير. انتوا مستنيين ايه؟ كله يحب على ايد سيدي منصور، سيدنا وتاج راسنا اللي عامل لنا قيمه وسط الخال. مبروك يا كبير، ألف مبروك. ربنا يتمم بخير. ام انت وهو عشان تحب على يد عمك. ام امال انت وهو. ألف مبروك يا كبير. تعيش يا اخوي. مبروك يا عمي، قصدي يا كبير. ألف مبروك يا كبير. العريس لسه ما جاش. لسه ما جاش يا ابوي. انت كلمته؟ مرتين. كلمته على الموبايل مرتين ما بيردش عليا واصل. واه يا دياب، لا يكون ناسي زي عادته وهيكسفنا قدامنا سايبنا. ما انت خابره، الجواز ما لديتش عليه. عمل ايه دلوقتي يا كبير؟ تاخد الواد طاهر وتتدلى على مصر دلوقتي بالطياره وتعاود قبل النهار ما يعدي. امرك يا ابوي. هذا طاهر. امرك يا سيدي الناس. ورايا. ورايا جاك الرباب. بالاذن يا كبير. واه يا دياب، لحد ميت هتفضل طايش كده. هذه آخرة العلام والعيشة في مصر. مكانك يا خرطوشة ولا حرب؟ بابا! اللي هرب مني هقتلها! مين يا خرطوشة؟ لا بنتي! يا علي يا خرطوشة، هتقتل بنتك؟ أنا حيالة جوز أمها. لا دي بنتي أنا، بنتي أنا! ما تلبسش نفسك جنافة واللي عندك يا خرطوشة. أنا خلاص، مفيش حاجة أخاف عليها يا حضرة الظابط. أنا بتعامل زي برميل البنزين. اللي هرب مني وسخنه هيفرق في وشه ويولع في الكل. قلت لك اقف مكانك. خلاص اهدى اهدى اهدى. ارمي السلاح اللي في ايدك يا حضرة الظابط. بقول لك ارمي. يا بنتي هاتوا هنا هنا. اقف مكانك. اهدى بالله واعل وارمي السلاح. لو اتحركت خطوة هقتله. وتقتله انت ليه؟ مع انك البيعة دي الضابط اللي تتاخد منه طبنجته ما يلزمناش تاني. ها؟ هتيجي اغلى من الضابط يا خرطوشة؟ انا بعترف يا باشا. بتعترف ايه؟ انا تاجر سلاح يا باشا. انت تاجر ايه؟ انا تاجر سلاح يا باشا. بتوجع. بتوجع. باشا انا عارف. تاجر سلاح يا باشا. سلاحك بيوجعك؟ ايوه يا باشا. بتتاجر فين؟ في السلاح ومساعده في المخزن يا باشا. فين؟ في المخزن يا باشا. فحارب. انت جاي تغني بعد ما الفرح خلص؟
خد الزبون يلا. يلا. يا عم انت صدقت نفسك ولا ايه؟ انت احسن ابنك ايدك عليت يا عم ولا حاجه؟ كانت هتيجي في دماغك ولا زمانك شهيد؟ اه والله تخيل انت بقى شهيد معتز. قوم يا عم امسك ده الحرز يلا عشان النيابه تشوف شغلها بقى. خلاص بس اتضرب يا شباب. اتفضل يا فندم. المخزن جوه يا فندم. المخزن جوه يا فندم. مؤاخذه. شمع يا ابن سنديدي. اجي اركبه معاك البوكس لو تقيل عليك يا حامد. كلني يا تصغر. الواد حامد عمل لك حاجه ولا ايه؟ عيب كمان داخلين المأمورية وانت مزنوق مع الجدع جوه وده بيقدم رجله اخر رجل يقدم رجله اخر رجل. انا جاله تليفون تليفون واحنا داخلين المأمورية. عيل سيس يا عم. اه طبعا عيل سيس. انا ابقى ظابط محترم داخل المأمورية واديله تليفوني يبقى عيل. يا دي الكسفه. اه بس دوبني. صباح الفل يا ست الكل. صباح الخير يا حسام. ايه يا ابني انت فين؟ كلمتك كذا مره ما بتردش عليا ليه؟ والله كان عندي شويه شغل لسه مخلصه. اه طب ما تتاخرش عليا بقى يا حبيبتي. مسافه السكه بس انت بصير العروسه. بسيتك العافيه يا حبيبي. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. السلام. اقول لك ايه، انا فرح اختي النهارده ولسه هنعدي على المدير وامي بتستعجلني. يلا. اه يا حس بالراحه. حس في ايه بس؟ اظبط لك التاني. لا خلاص يلا يلا. كبرت يا شاهندة وبقيت عروسة. احفظها وسعدها يا رب. مالك يا ماما؟ شكلك مش فرحان ليه؟ بالعكس يا حبيبتي، ده أنا الفرحة مسيعاني النهاردة. ده اليوم اللي أنا مستنياه من زمان، بس أنا مش متعودة إنك تبعدي عني. مين دي اللي هتبعد عني؟ ده انا متفقه مع ساهر ان احنا عندك كل يوم، وعلى فكره ده شرط انا كاتباه في العقد. كل يوم كل يوم؟ اه يا حبيبتي كل يوم. هو انا ليا غيرك؟ اوعي تصدقيها يا طعم، بكره تتجوز مش هنشوفها تاني. دي صاحبتي وانا عارفاها. اخرسي. يا ربنا يسعدكم يا حبيبتي. يلا بقى يا جدعان انتوا كمان يا بنات. يا رب يا طعم يا رب. حبيبي يا صباح الفل والفلافل. محمد الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. ايه الحلاوة دي يا عروس؟ اهو انت. فول وفلافل ايه يا واد؟ قول سمك، جمبري، كفتة، كباب. النهارده فرح اختك. والله انا ظابط على قدي في الوادي الجديد ودي اكلتي المفضلة، والبني ادم مننا ابن بيئته يا ماما. يا حرام، ده انتوا بتتعبوا قوي. ده احنا بنتعب تعب ما بنشوفش اللحمة غير في الاجازات. مساء الخير. ياسمين. ياسمين مين؟ بنت